من برلين معي عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية. عربي أهلا بك. إذا ما هي هذه التطورات؟ ما هي التفاصيل بشأنها؟ بالتأكيد خرج بيانا على لسان المتحدث باسم الحكومة الألمانية كما كان هو منتظر بالطبع على طلب كريم خان بأن يتم استصدار قرارا بضرورة اعتقال بعض قادة حماس وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. الرد جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ولكن هناك نقطة غاية في الأهمية، وأن المستشار الألماني أولاف شولز حتى هذه اللحظة لم يعلق على هذا الأمر تماما رغم الأسئلة التي وجهت من الصحفيين الألمان للمستشارية الألمانية. لم يصدر أي بيان أو اي كلمات على لسان المستشار الالماني اولاف شولز بشكل مباشر. الكلمات خرجت على لسان المتحدث باسم الحكومه الالمانيه اولا في بيان وصل بالايميل للصحفيين الالمان، لم يكن يريد ان يظهر في مؤتمر صحفي، ولكنه قال بشكل سريع ان المحكمه الجنائيه الدوليه تعتبر انجازا اساسيا للمجتمع العالمي وما تدعمه المانيا دائما. ده كان في البيان الاول بالاضافه لعده سطور اخرى، ولكن ده كان البيان الاول الذي خرج منه. ولكن كان هناك مؤتمرا صحفيا في المانيا مرتبط بقضايا داخليه هنا في المانيا، ووجه الي سؤال مباشر من احد الصحفيين بالفعل اذا صدر من المحكمه الدوليه قرارا باعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو وكان في زياره لالمانيا، ستقوم المانيا باعتقاله؟ الكلمات الوحيده التي رد بها المتحدث من الحكومه الالمانيه هي ان المانيا تلتزم بالقانون الدولي. هناك بالطبع وسائل اعلام عالميه كثيره تحدثت على ان المتحدث باسم الحكومه الالمانيه تكلم على ان المانيا ستعتقل، ولكن كلمه اعتقال حتى هذه اللحظه يعني لم تخرج بشكل مباشر من لسان المتحدث من الحكومه الالمانيه، ولكنه رد بشكل مباشر ان المانيا تلتزم بالقانون الدولي. فيما معناه اذا بالطبع صدر قرار اعتقال وزار نتنياهو المانيا سوف يتم اعتقاله هنا على الاراضي الالمانيه، ولكن بشكل عام اميمه هناك حاله رفض عامه بين السياسيين الالمان لطلب كريم خان المدعي العام لأنه في نفس الوقت حسب السياسيين الألمان وعلى رأسهم فريدريش ميرز رئيس حزب المسيح الديمقراطي حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل ومن المتوقع أن ينجح في الانتخابات القادمة هنا في ألمانيا، هاجم كلمات المتحدث باسم الحكومة الألمانية لأنهم هنا في ألمانيا عدد كبير جدا من السياسيين يرفضون ما قام به كريم خان وهو يريد أن تكون هناك مذكرة اعتقال باسم قادة الحكومة الإسرائيلية وأيضا عدد من قادة حركة حماس، وقالوا في بيانات رسمية هنا عدد من الأحزاب الألمانية بذلك وضع كريم خان ساوى كريم خان بين الحكومة الإسرائيلية وبين قادة حماس الإرهابيين من وجهة نظر فريدريش ميرز رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي وأحد أكبر الأحزاب هنا في المانيا، لذلك كان هناك رفض كبير. الامر الملاحظ على فريدريش ميرز رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي انه ردد بعد الكلمات التي قالها كريم خان بان هناك رفضا ايضا من السياسيين الامريكان لاي عمليه اعتقال لقاده الحكومه الاسرائيليه، وقال ايضا فريدريش ميرز بشكل صريح لوسائل الاعلام الامريكيه هو رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الكبير جدا هنا في المانيا، وقال يمكن بالطبع انتقاد الحكومه الاسرائيليه لكن المحكمه الجنائية الدولية أنشئت لمحاسبة الطغاة وقادة الدول الاستبداديين، وكان يقصد بشكل مباشر لا لمحاسبة الدول الغربية وأيضا لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية. من وجهة نظره قال الحكومة الإسرائيلية حكومة منتخبة ولا يمكن من وجهة نظر فريدريش ميرز رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي مقاضاتها، وإن حتى ربما قامت بما قامت به عمليات القتل الجماعي التي كانت في غزة والتي يريد كريم خان إدانة بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، لذلك هناك حالة رفض بشكل عام لما قام به كريم خان من عدد كبير جدا من السياسيين الألمان الجالسين على أعلى سلطة هنا في ألمانيا. نعم، وقد يؤكد على هذه الفكرة أيضا عربي ما ذكره كريم خان بشأن حديثه مع أحد الساسة الغربيين الذي لامه لوما شديدا وقال له بأن هذه المحكمة أنشئت من أجل أفريقيا والدول النامية وليس من أجل يعني أصحاب الدم الأزرق يعني الغرب وما إلى ذلك. أشكرك إذن، شكرا جزيلا، كنت معي من برلين عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية.